السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في شرح جديد لموقع جديد. اليوم إخواني الكرام سوف نقوم بشرح إحدى الطرق المجانية التي سوف نربح منها مئات الدولارات إذا استغلينا هذه الطريقة. اليوم سوف نشرح ماذا؟ سوف نشرح بوت تليجرام يقوم بإعطاء كل شخص منا 2 دولار، وكل شخص تقوم بجلب أو تقوم بدعوته إلى البوت يعطيك هذا البوت 2 دولار. أول ما عليك طبعا لماذا البوت يعطي 2 دولار، وهل البوت أو هذا البوت صادق؟ نعم. فما هو البوت؟ البوت عبارة عن بوت أو نسميه آلية يقوم ببرمجتها، أنت تقوم بالضغط عليها ويعطيك 2 دولار من عملة البيتكوين، وأيضا 2 دولار على كل صديق تقوم بدعوته. هم يقومون بجمع الناس وثم يقومون بالاستفادة من جمع الناس عن طريق نشر الإيردروبات ونشر الإعلانات لهؤلاء الناس. فكيف بإمكاننا أن نربح من هذه الطريقة؟ الطريقة بسيطة جدا، كل ما عليك أن تضغط على الرابط أسفل الفيديو وسينقلك مباشرة إلى بوت التليجرام. يجب أن يكون لديك حساب على التليجرام. ستظهر لك هذه الطريقة، ستضغط على ستارت من هذه الطريقة. ثم قبل ما يظهر لك هذا سيظهر لك شيء آخر، وهو قناة التليجرام الخاصة بهذا البوت. قناتان يجب أن تنضم إلى القناة الخاصة بهم، تنضم بهم ثم تقوم بالرجوع إلى البوت مرة أخرى، وتقوم أيضا بالانضمام إلى القناة الثانية الخاصة بهم، وهكذا سيقول لك Welcome, you already register in the boat. بمعنى أنت فعلا بعدما تقوم بالانضمام في القناة الأولى والثانية سيقول لك هذه الرسالة، أنت مسجل فعلا في البوت وبإمكانك أن تقوم بدعوة أصدقائك. تضغط من هنا على الريفرال وسيقوم بجلب رابط الإحالة الخاص بك، وهذا هو رابط الإحالة الخاص بك. ماذا تعني هذه الكتابة؟ تعني أنه سوف يقوم بإعطائك 2 دولار عن كل صديق تقوم بدعوته، وهو هنا يعني أنه لا يجب عليك أو يجب أن تحذر من أن تقوم بدعوة أصدقاء غير حقيقيين. وأيضا بالنسبة لكيفية السحب، تضغط على withdraw من هذا المكان، سيقول لك السحب يكون أوتوماتيكي، يعني السحب تلقائي. كيف السحب تلقائي؟ تضغط على قبل ما تضغط على withdraw هنا تضغط بهذا المكان على الوالد. الوالد أي معنى المحفظة الخاصة بك، تقوم بجلب محفظة البيتكوين الخاصة بك من اليوبيت، من أي منصة تداول أو من أي محفظة بيتكوين. تضغط على دبوزيت البيتكوين، تقوم بجلب محفظة البيتكوين وتنسخها، ثم تقوم بماذا؟ ثم تقوم بلصقها وتضغط على انتر، وهكذا سيقول لك أنت قمت بوضع محفظة البيتكوين بنجاح. وهكذا عندما يكون لديك رصيد فيها، عندما تقوم بدعوة أصدقائك ويكون لديك رصيد مباشرة سيعطيك فلوسك إلى عنوان البيتكوين الذي قمت بوضعه. أما إذا أردت تحديث عنوان البيتكوين فتضغط على وارد وتقوم بتحديث عنوان البيتكوين. أتمنى أن تكونوا قد استفدت. طبعا أنت تخيل إذا قمت بدعوة 5 أصدقاء، 5 أصدقاء بمعناته 10 دولار، 10 أصدقاء بمعناته 20 دولار، 50 صديق بمعناته 100 دولار. هذه طريقة يعني، وطبعا البوت الأول يوم له هو اليوم هذا، ويوزع 500,000 دولار. وأيضا الشيء الآخر أنه سوف ينتهي هذا الإيردروب في الشهر القادم، لذلك استغلوه من الآن، لنستغله الآن أسبوع أسبوعين لأنه يكون صادق، وسوف يكون صادق حتى تنتهي 500,000 دولار التي يوزعها، وهو يعمل إعلانات وذلك هو يربح عن طريقنا ونحن نربح عن طريقه. فلذلك نستغل نحن الربح منه عن طريق دعوة الأصدقاء. وأي استفسار إخواني بإمكانكم أن تضعوه أسفل في التعليقات وسأرد لكم على جميع الاستفسارات، فقط بمجرد أن تضع ماذا؟ أن تضع رأيك في التعليقات. لذلك إذا عجبك الفيديو لا تنسى أن تضع لايك، وأيضا أن تقوم بنشر الفيديو، مشاركة الفيديو مع أصدقائك. وأيضا إذا لم يعجبك الفيديو فبإمكانك أن تضغط على ديسلايك، ولكن
يجب أن تضع لنا تعليق أسفل لنطور من فيديوهات القناة. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.